ده تاريخ يوم مرتبط بتاريخ اليوم. ما هو انا عشان انا بشيل الوشم فعشان كده هو شكله بدا يبوظ، لان انا عملت جلستين وان شاء الله اكمل واشيله خالص من على وشي. انا عملته في فتره اكتئاب جدا لدرجه محدش ممكن يتخيلها من الاكتئاب اللي انا كنت واصل له. فقررت ساعتها ان انا افضفض مع جسمي، لان انا ما كنتش لاقي حد افضفض معاه وما كنتش اروح اقول لحد. لو سمحت ممكن احكي لك، ما كانش عندي الشخص القريب ان انا احكي له. تاريخ يوم هو بس عموما الوشومات كلها اللي كنت هكمل فيها ما كنتش هكتب غير الحاجات الوحشه اللي حصلت في حياتي، بس الحاجات الوحشه اللي حصلت في حياتي بس. خسرت ايه في مقابل الشغل؟ لا ما خسرتش، انا كسبت حب ناس وانا بحمد ربنا على ده، بس ما خسرتش اي حاجه. انا مش بقالي كتير في الموضوع، انا بقالي شهرين ونص تقريبا. اللي بيستفزني مش هقول اسمه. على فكره برضو اللي بيستفزني وانا متخانق معاه يعتبر خناقه يعني، بس انا مش هقول اسمه. شتمني من غير ما اعمل اي حاجه في بدايه الموضوع، بعديها قلدني، بعديها اتكلم عليا في لايف، كل الحاجات دي جات لي، بعديها دخل عمل لي كومنت ضحك على فيديو. فانا ما كنتش فاهم انت عايز توصل لايه او انت ايه. بس انا لو كنت شفتك، لا مش هقول اسمه. هو انا نسيت كنت هقول ايه. بس انا مش هقول اسمه. السبب مش شايفه.